عبادات ما نعرفهم في الطفر ولا مسجون العبادات ونهاجم ونقولوا تمنيتي في 2000 فوق جوايد عبادات بوشولاق فيهم قايد ونسواني زغرتل. كيف بينقلبوا؟ مش معقول بينقلبوا ولا مس كانوا معايا هنا. وحط وفي الاذاعه قلت لهم حطوا شن كان تقول عرب درنا اللمجوني وعرب البنغازي والبيضه والعبادات القبه والبطقه دي كلها لمجوني ولمس دوب في الامس ليه اسبوع. شو كانوا يقولوا؟ وين هذا؟ وين راحوا؟ يطلعوا ينفذوا الكلام ويحترموه. تو انت منين؟ من عت غيث؟ انت من عت مريم؟ انت من رفاد؟ انت من مزين؟ عارفين بعضنا ونشوف هذا الولد ولد من؟ من عت مزين ولا من عت رفاد ولا من عت مريم ولا من عت غيث ولا الله حاله. لما بنجي للدرسة انت معت محمد معت برغل معت عبد الجواد من السريريق بو عوينة شلمان شعيب بعضنا. من في العالم يعرفوا بعضهم بهذا الشكل؟ قيادة ولا غيرها ولا شعب؟ ما وين يعني احنا نعرفوا بعض. انت ولد فلان ولد فلان ولد فلان نقدر نقتلوا في بعضنا؟ نصرات اللي السويحي وساعدون السويحي ورمضان السويحي يساعدون بطل معركة المشرك شهيد معركة المشرك. يا سلام معارك جوز التيك ومعارك المجيد هذه كلها كيف انه تسيلي تاريخها؟ مش ممكن. لما نجي للزاوية انت لعبت بو حميرة انت لعبت بو زريبة انت اللي سلاقو انت بلعزيو انت بلقرو انت الشرافو انت قلت الزاوية ام القبائل. الزاوية ام القبائل. انت من الرماحو انت من الكورغلية عارفين بعضنا. لو نمشي للحاسة نقول لهم انتم كلابطة كلبطو انتم شبارقة بقاسمو توا هالكلام اللي قلته هاي الكلام اللي قلت شوف اخوانكم العرب كيف حرفوه. احد المحطات العربية تقول اصدر اوامر للجيش والشرطة بالقضاء على المتمردين. تصور شوف يقول كلام زي هذا. انا طلبت من الجماهير تمشي تاخذ اولادها وتقبض على اللي غرروا باولادها. لكن نهار تبدأ ليبيا في خطر وحدتها الوطنية في خطر وتبدأ يقول كلام زي هذا بالتمركز في ليبيا حتى مجلس الامن يدي باستخدام القوه. تو عمليات قبض عاديه لكن تو تطلعوا من بيوتكم كلكم الرجال والنساء اللي معايا املوا المدن واملوا الواحات واملوا القرى وكذبوهم وخليه يتفرجوا عليكم.
باهي تو اعترفوا تو انهم متمردين. قبل كانوا يقولوا متظاهرين. فيه مظاهرات في ليبيا؟ كلها مظاهرات تأييد. باهي غير اللي اعترفوا انهم متمردين. المطلوب تسليم الأسلحة فورا اللي روعت الناس. بنغازي تحتضر تموت مرعوبة من الأسلحة اللي في يد الأطفال الصغار. بتموت معاش عندهم مية ولا ماكلة ولا كهرباء ولا أي شيء. أطلعوا بنغازي انقذوا انقذوا يا بنغازي انقذوا نفسكم. وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم حرر بنغازي معايا ليلة الثورة. وخله هو اللي تفاهموا انتم وياه وتديروا البلد لغايه ما يعود الامن للاصابه وتعود السلطه الشعبيه اعتبارا من بكره. بكره سيبدا تشكيل الشعبيات الجديده والبلديات الجديده والمؤتمرات الجديده واللجان الشعبيه الجديده من بكره تبدا. وهو يساعدكم حرروه. عيب عليكم عصابه انتم. بنغازي معقوله؟ طبعا انا بقول لكم في النهايه لا يمكن لاحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق او تصبح في يد قبضه من المجانين. عفوا بلغوني ان الشعر اللي قلته عن الزنتان هذاك الوقت في انقطاع في الفني ما سمعوش. وسامحوني بنعاوده مره ثانيه اذا كان الرساله توه ماشي كويس. قلت لكم واحد ورفلي عفوا شاب ورفلي غلط في واحد زنتاني. فالزنتاني يزعل وحسب عليه ورفلي كلهم وقال مش عاد نجيكم وما نش عاد اصحاب ولا عاد نجي لي ابن وليد وزعل وقالها في قصيده بتاعت شعر. ردوا عليه ورفله قالوا له غلطه غلطها شاب من الاعدادي. قالوا له يا ودي ما تواخذنا. قصدي حتى احنا ما نواخذ الزنتان. احنا ما نواخذهم الزنتان الابطال. لان قالوا له يا ودي غلطه غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني لا هيش مقصودة ولا غلطتنا. شباب طيش من وكالة البناني. قال هذا شباب طايش من اللي يأكلوا في البناني بتاعين الموز. قال يا جماعة قالوا يرى الشعر هذا جماعة في الزنتان ما سمعوش أرجو تعاودوا هاني عاودت علشانه. حتى تو الشباب اللي موجودين في الزنتان هم من الشباب الطيش من. لكن جيبوهم لي يا ريت جيبوهم لي بس كل الشباب هذوما انا نبيهم. انا نبي الشباب الثاير. انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيريه بتاعت دوله الجماهير علشان هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مقمل بلحيته؟ مش ممكن. الشباب معانا احنا هذول شبابنا. هذا جيل الغضب اللي انا ربيته. هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بناء معمر واللي قاعدين يتدمر. You're that fancy man, too, yeah.